أو الهدف من الخدمة المدنية التي أثارت العديد من المشاكل بمختلف دول العالم العربي، إن رفض غالبية الأطباء المعنيين بهذه الخدمة قرار حكوماتهم بإلزامية أدائها. تابع تفاصيل مع نسيم الوفي. منذ 3 أشهر وقطاع الصحة يعيش على وقع الإضرابات والاحتجاجات بتوقيع من الأطباء المقيمين رفضا لإجبارية الخدمة المدنية، حيث يفرض القانون الجزائري على الطبيب المقيم بعد تحصله على شهادة طبية في الطب المتخصص DMS العمل في الولايات الداخلية والجنوب لفترة تتراوح بين 1 إلى 4 سنوات حسب كل منطقة واحتياجاتها. يسلك التخصص تاعو ويتحصل على الشهاده الطبيه للتخصص، الاطار القانوني يفرض عليه الخدمه المدنيه التي تكون من سنه عامه الى 4 سنوات، سنه تكون في اقصى الجنوب، سنتين في الجنوب الولي، وثلث سنوات في الولايات الداخليه والهضاب العليا، واربع سنوات في الشمال. مع الاسف هذه الخدمه المدنيه مفروضه فقط على لي ميدسان سبيسياليست تاع لا فونكسيون بيبليك. نشوفوا لي زوسبيتال ويونيفرسيتير ولا الجامعيين ما يدوش الخدمة المدنية. غير بعيد عن الجزائر، أثارت الخدمة المدنية بالجارة الشقيقة تونس سخط الأطباء المقيمين المعروفين في تونس بالأطباء الشبان الذين أعلنوا الدخول في سلسلة من الاحتجاجات ابتداء من 6 فبراير لهذه السنة. كما رفض الطلبة الأطباء بالمملكة المغربية الأداء الإجباري للخدمة المدنية لمدة 2 سنوات بعد تخرجهم واصفين إياه بالقرار المجحف. الخدمة المدنية القانون المغضوب عليه في مصر أيضا، حيث طالب الآلاف من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية الحكومة المصرية تجميد القانون الجديد المتعلق بالخدمة المدنية الذي قابلته مديرية الشؤون الصحية المصرية بفصل 200 طبيب نهائيا عن العمل أكتوبر الفارط.